أهلاً أهلاً. أقدم لعبة في العالم تعود إلى سنة 3500 قبل الميلاد، لم أعش في تلك الحقبة من الزمن، وهذا يعني أننا نلهو بالألعاب منذ أكثر من 5500 سنة. دعونا نلقي نظرة على مختلف أماكن وساحات اللعب من أصغرها إلى أكبرها. لنبدأ أولاً بلعبة الدامة، اللعبة الأصغر والأقدم بين الألعاب المعاصرة. مساحة رقعة الدامة لا تتجاوز 40 سنتيمتر في 40 سنتيمتر، وكل مربع بطول 5 سنتيمترات. ذكرت لعبة الدامة لأول مرة في سنة 3000 قبل الميلاد، ورقعة الشطرنج بذات الحجم لكنها أصغر سناً، فقد تم اختراعها في القرن الرابع عشر. ننتقل إلى لعبة السهام المريشة، وثبة عملاقة في الزمن وزهيدة في الحجم، يبلغ قطر اللوحة العادية 43 سنتيمتر. اخترعت اللعبة التي نعرفها اليوم على يد النجار الإنجليزي برايان جاملين في سنة 1896، ولم تتغير كثيرا منذ آنذاك. نعود بالزمن إلى الوراء قليلا لنلقي نظرة على لعبة الطاولة أو النرد، لعبة قديمة أخرى من الألعاب اللوحية من قبل حوالي 5000 سنة. ليس هناك حجم ثابت للوحة، ولكن أكبرها تبلغ 63 سنتيمتر في 63 سنتيمتر. تصنع اللوحة عموما من الخشب، ولكن توجد نسخ منها من الجلد والفلين واللباد ومواد أخرى، أي مادة تسمح لقطع الدامة بالانزلاق عليها. طول لعبة تنس الطاولة العادية 270 سنتيمتر، وعرضها 150 سنتيمتر، يعرفها الناس العاديون باسم بينج بونج والمحترفون بتنس الطاولة. فيما لم تتغير الطاولة، اختلفت قوانين اللعبة والرهانات كثيرا مع الوقت. اختلفت مثل البلياردو والسنوكر، يبلغ طول أكبر طاولة بلياردو 275 سنتيمتر، وأبعادها 275 سنتيمتر في 137 سنتيمتر، لكن يمكن أن يبلغ طولها بين 244 و213 سنتيمتر. القاعدة الأساسية هنا أن طولها يجب أن يكون دائماً ضعف عرضها. أما بالنسبة لطاولة سنوكر فحجمها حوالي 3.65% متر في 1.83% متر، هذه أبعاد تقريبية، لأن رابطة اللاعبين المحترفين للبلياردو والسنوكر تفرض أبعاداً صارمة لا يمكن تجاوزها بأكثر من 1.27% سنتيمتر. والمكان التالي هو حلبة الملاكمة، المنصة مربعة الشكل بضلع 7.8 متر، ولكن الحلبة في حد ذاتها أصغر حجماً بضلع 6.1 متر فقط. لا مجال للاختباء أو الهروب هنا يا صديقي. بالمناسبة هناك زاويتان باللون الأبيض وزاوية حمراء وأخرى زرقاء، حيث يجهز الملاكمون أنفسهم للمباراة ويستريحون. تشبه رياضة السكواش التنس، ولكنها تلعب مع جدار كجزء من اللعبة. يبلغ طول الملعب 9 أمتار وعرضه 6 أمتار، ويمكنك لعب هذه المباراة مع شريك أو بمفردك. حلبة أكبر قليلاً مع مساحة إضافية هي حلبة الكاراتيه، أبعاد مربع القتال 8 متر في 8 متر، ولكن المساحة الكلية تبلغ 10 متر مربع، وتتسع للحكم ومنطقة الأمان الإضافية. لن تجد حبالاً تحيط بهذه الحلبة، فهي مجرد سطح مستو لا أكثر. ملعب تنس الريشة أطول، ولكنه أضيق من حلبة الكاراتيه، طوله يقارب 13 متراً بينما عرضه لا يتجاوز 6 أمتار. من المؤكد أنك لم تكن تعلم أن لهذه الرياضة أبعاد ثابتة، أنا لم أعرف بذلك. وهذه الحلبة أطول وأضيق بطول 18 متراً وعرض متر واحد. تعد رياضة البولينج بالأهداف الخشبية العشرة شهيرة حول العالم. هل سبق لك ممارسة هذه الرياضة في أوقات فراغك من قبل؟ شاركنا تجربتك في قسم التعليقات. والآن من لا يحب كرة الطائرة الشاطئية؟ بملعب أبعاده 16 متراً في 8 أمتار تلعب هذه الرياضة الصيفية بفريق مكون من لاعبين، ويمكنك ممارستها كلما وجدت بعض الرمال وشبكة لرمي الكرة من فوقها.
ملعب كرة الطائرة الداخلية هو أكثر ازدحاماً، وتبلغ أبعاده عادة 18 متر في 9 أمتار، وفرق اللاعبين أكبر بثلاث مرات أيضاً، 6 لاعبين في كل فريق. والمثير للدهشة أن ملعب التنس الأرضي أكبر حجماً بطول 24 متراً وعرض 8 أمتار، مما يجعله يتسع بسهولة لعدد أكبر من الأشخاص من ملعب كرة الطائرة. ولكن الملعب للاعبين فقط هنا، وإن كان لأربعة سيصبح عرضه أكبر وقد يصل إلى 11 متراً. يمكنك الجري هنا كما يحلو لك. لننتقل الآن إلى الألعاب الأكبر. تبلغ أبعاد ملعب كرة السلة 29 متراً في 15 متر، والذي لا يمكنك عبوره بدون المناورة بالكرة. في الأصل لم تكن مضطراً للمناورة، ولم يكن بإمكانك التحرك بالكرة سوى عبر تمريرها إلى اللاعبين الآخرين. اخترعت المحاورة كطريقة لتمريرها لنفسك. مرحى، نحن الآن في مسبح كرة الماء، واخترت أكبر مسبح في العالم. طوله 30 متر وعرضه 20 متر، لذا هناك مساحة كبيرة للسباحة حتى لكلا الفريقين. يتكون كل واحد من 7 أعضاء. وفقاً للقواعد لا يمكنك دفع خصمك بيديك، ولكن لا تنص القواعد على أنك غير قادر على سحبهم تحت الماء بقدميك. لغز سريع، ماذا ستصبح لعبة كرة الماء بدون ماء؟ كرة اليد. ولكن الملعب أكبر بقليل، بطول 40 متراً وعرض 20 متراً. رغم اسمه هذا، إلا أن الأرجل مهمة أيضاً في كرة اليد بقدر اليدين، فبمعزل عن الركض بشكل جنوني يركل اللاعبون الكرة أيضاً. الركض في جميع الأرجاء قد يجعلني أتعرق، لذا سأعود إلى المياه. تبلغ مساحة المسبح الأولمبي 50 متراً في 25 متر. في ميادين التدريب يمكن أن ينخفض الطول إلى النصفين، وتصبح حصص التدريب أكثر حدة حتى بسبب الدوران المتكرر من جانب إلى آخر. لسوء الحظ، إن كنت تود لعب الهوكي على الجليد لا يمكنك تجميد المسبح الأولمبي، فهو صغير للغاية. يبلغ طول حلبة الهوكي حوالي 60 متراً وعرضها 30 متر، كما لديها زوايا مستديرة للتعامل بشكل أفضل مع القرص. لنعود الآن إلى فصل الصيف لنتعرف على ملعب البيسبول. ملعب فسيح ومترامي الأطراف، إذ تبلغ مساحته 91 متراً في 91 متر، ولكنه ليس مربع الشكل كما تظن. لديه جزء داخلي أو الماسة، وجزء خارجي ينفرج من الماسة في شكل هلال. يمكن أن تتفاوت أبعاد ملعب كرة القدم، ولكن يبلغ طول ملاعب الدوري الرئيسي عادة 107 أمتار وعرضها 45 متر. أعتقد أن ركل الكرة أثناء الركض طوال الوقت صعب بما يكفي، وليس هناك داع لملعب بهذا الحجم. ولكن يتعين على لاعبي الرجبي المتوحشين الركض لمسافات طويلة، فطول الملعب 120 متر وعرضه 70 متر. إنه أقل بتسعة أمتار من الهرم الأعظم في الجيزة. ولكن لا يزال أمامنا ملاعب أكبر حتى. بينما قد يبدو ملعب الكريكت أصغر بكثير، إلا أن المساحة الإجمالية ضخمة جداً، شكلها بيضاوي قليلاً. يبلغ طول جزئها الأعرض 150 متر والجزء الضيق 137 متر. قد تبدو قليلاً مثل كرة السلة، ولكن القواعد والسلم تختلف كثيراً عنها. والآن إن كنت تعتقد أن ملعب الرجبي كبير جداً، انظر إلى ملعب كرة القدم الأسترالية. الملعب العادي هناك بيضاوي الشكل بطول 165 متر وعرض 135 متر. يا لها من مسافة كبيرة لتركض بداخلها، ويعد أطول طريق يمشيه الإنسان في مكان مغلق مشيا على الأقدام. لهذا السبب سنمر إلى الأرجل الأربعة. يبلغ طول حلبة سباق الخيول عادة 900 متر وعرضها 450 متر. يعرف أقدم سباق للخيل وأكبرها شأناً باسم الدربي، ويقام سنوياً في إنجلترا. لنستبدل الأرجل بالعجلات، وسنحصل على مضمار سباق للسيارات. يسمى أطول مضمار في العالم تالاديغا سوبر سبيدواي،
يتجاوز طوله 1750 متر وعرضه 950 متر، وطول المسار في حد ذاته 3.2 في العشرة كيلومتر. وأخيراً أكبر الملاعب التي تم إنشاؤها من أجل الألعاب الرياضية والترفيه هو، كلا، ليس مضمار سباق آخر، بل ملعب الجولف بطبيعة الحال. رغم أن أكبر مرفق للجولف الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية هو المنتجع الصيني ميتشين هيلز جولف تشيزي، ويضم 18 ملعباً، إلا أنه لا يعتبر الأكبر في العالم. لقب أكبر ملعب على وجه الأرض من نصيب الملعب الأسترالي نولار بور لينكس، الذي يمتد على مساحة ساحقة تقدر ب 1370 كيلومتر في أجزاء مختلفة من أستراليا الجنوبية والغربية. من المؤكد أن اللاعبين يتوهون في ذلك المكان بين الفينة والأخرى. واو، جميع الملاعب والألواح التي تحدثنا عنها اليوم مثيرة فعلاً، ربما ستجعلك تتوق إلى الذهاب لممارسة رياضة ما، ليس كذلك؟ ما هي لعبتك المفضلة؟ أخبرني بذلك في قسم التعليقات. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وإليك المزيد من المقاطع الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.